قمة الأمم المتحدة للمناخ تنطلق غدا بشرم الشيخ وسط حضور دولي واسع. اللجنة المنظمة لقمة المناخ تستقبل 7000 ضيف، ومصر تؤكد أن المؤتمر ينقل العالم من مرحلة التعهد للتنفيذ. إعلامي مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تعزز من جهود التصدي للتغير المناخي وتحقيق استدامة الطاقة. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم، والبداية مع هشام عبد التواب. إليك هشام. أهلا بك زميلي ياسر، وأهلا بكم مشاهدينا. فعاليات قمة المناخ كوب 27 والتي تنطلق غدا نتابعها بالتأكيد في مدينة شرم الشيخ. تنطلق غدا فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 وحتى 18 من نوفمبر الجاري بمقر المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ. ومن المنتظر أن تشهد القمة حضورا دوليا واسعا من زعماء ورؤساء الحكومات المختلفة، إلى جانب آلاف من النشطاء المهتمين بقضايا المناخ من دول العالم المختلفة. ويتضمن مؤتمر كوب 27 ثلاث فعاليات رئيسية، تتمثل الأولى في افتتاح المؤتمر، والثانية تتمثل في افتتاح قمة الزعماء، والثالثة تتمثل في افتتاح الشق رفيع المستوى. واستعدادا لاستقبال ضيوف مصر من المشاركين في الدورة 27 لمؤتمر المناخ، تحول مطار شرم الشيخ الدولي إلى خلية نحل لتقديم التسهيلات لضيوف المؤتمر، كما جرى تخصيص عدد كبير من الحافلات لنقل المشاركين إلى محل إقامتهم، وحافلات أخرى تقلهم من الفنادق إلى مقر المؤتمر. واكتست شوارع المدينة على جانبيها باللون الأخضر رمز الطبيعة ورمز السلام، كما جرى الانتهاء من تطوير أكثر من 16 ميدانا جديدا بمدينة شرم الشيخ ضمن استعدادات استضافة مؤتمر تغير المناخ، وتوالي وصول ممثلي وسائل الإعلام الدولية والعربية لتغطية الفعاليات.
استقبلت اللجنة المنظمة لمؤتمر قمة المناخ كوب 27 نحو 7000 ضيف من مختلف الدول والجنسيات، وحرص أعضاء اللجنة المنظمة بمطار شرم الشيخ الدولي على تقديم كافة الخدمات للمشاركين فور وصولهم والرد على جميع استفساراتهم، كما خصصت اللجنة المنظمة للمؤتمر أماكن مخصصة لإنهاء إجراءات وصول ضيوف قمة المناخ وتجهيز استراحات للضيافة واستراحات كبار الزوار في صالات الوصول الدولي والسفر الداخلي، فضلا عن تحديد مسارات ووضع علامات إرشادية خاصة للمشاركين وتوفير وسائل الانتقال اللازمة لهم من المطار إلى الفندق، وذلك من خلال تخصيص حافلات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء لخدمة ضيوف المؤتمر ونقلهم داخل المدينة مجانا. وضعت وزارة الداخلية رؤية واستراتيجية شاملة خلال فعاليات مؤتمر المناخ تضمن التأمين الشامل لمدينة شرم الشيخ. المزيد مشاهدينا في التقرير التالي. تتجه أنظار العالم إلى مصر بمناسبة استضافتها قمة التغير المناخي كوب 27 بحضور ما يقارب من 30,000 مشارك يمثلون 190 دولة، من بينهم قادة دول ورؤساء حكومات وممثلو منظمات دولية، بما يؤكد ثقة المجتمع الدولي. ولتأمين تلك الفاعلية بما يليق بمكانة مصر الدولية وما تتمتع به من أمن واستقرار، وضعت وزارة الداخلية رؤية واستراتيجية أمنية شاملة تضمن التأمين الكامل لمدينة السلام شرم الشيخ. فمنذ اللحظة الأولى لهبوط الطائرات مطار شرم الشيخ الدولي تتجسد أمامنا مظاهر الأمن والطمأنينة لتتيقن أنك في مدينة السلام. منظومة متطورة لتأمين المطار وللفحص والكشف الدقيق والتعرف على الأشخاص مع مراعاة إنهاء الإجراءات في زمن قياسي، يتم تطبيقها بمعرفة رجال شرطة وعناصر للشرطة النسائية متميزة. خطة أمنية ترتكز على أسس علمية وتعتمد على الاستعانة بالتقنيات الحديثة لتأمين مدينة شرم الشيخ من خلال التطوير المعماري والحضاري للارتكازات الأمنية المنتشرة بالمحاور الرئيسية للمدينة وتزويدها بالاحتياجات اللوجستية التي تضمن جاهزية القوات المتمركزة بها لأداء المهام الموكلة إليها، بما يضمن إحكام السيطرة الأمنية ونشر الأكمنة الثابتة وأقوال أمنية متحركة ووحدات للانتشار السريع وانتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة والمؤهلة وعناصر من الشرطة النسائية لتنفيذ المهام التأمينية، مزودة بكافة التجهيزات التي تتيح لها الرصد الأمني وإنفاذ القانون وحماية الشخصيات الهامة والوفود المشاركة، وكذا تأمين المناطق السياحية. تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق ونشر سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة الأعطال وتحديد خطوط سير بديلة، مع تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة لتيسير ومراقبة الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، متابعة دقيقة وشاملة لكافة أنحاء مدينة شرم الشيخ بمنظومة متطورة يتم إدارتها من خلال غرف عمليات مجهزة تعمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ووضع سيناريوهات أمنية متعددة للتعامل مع مختلف الأحداث
وبما يكفل سرعة تحرك القوات لتنفيذ المهام والتكليفات المختلفة. الرؤية الأمنية الشاملة لتأمين قمة التغير المناخي يقوم على تنفيذها عناصر مدربة من كافة قطاعات وزارة الداخلية، تتسم بالقوة والاحترافية الكبيرة في التعامل مع كافة المستجدات الأمنية. عناصرها مزودة بآليات ومعدات متطورة وكافة الاحتياجات اللوجستية، حيث انطلقت جهود القطاعات الأمنية وتكاملت نحو البدء في عمليات التأمين لترسيخ الوجه الحضاري للبلاد وما تنعم به من أمن وأمان. حرصت مصر على توفير الترتيبات اللازمة لإنجاح مفاوضات المناخ، وبات ذلك واضحا في تأكيد الرئيس السيسي أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها للمؤتمر، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف جميع الأطراف. يشكل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ بارقة أمل على صعيد تعبئة العمل الدولي نحو تحويل الوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض والوصول إلى توافق دولي لمواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية. حرص مصر على توفير الترتيبات اللازمة لإنجاح مفاوضات المناخ بات واضحاً في تأكيد الرئيس السيسي أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها للمؤتمر، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف جميع الأطراف، وذلك لضمان الخروج بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكل مكوناته، خاصة ما يتعلق بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية. المؤتمر يشكل فرصة لتمثيل مصالح القارة الأفريقية بشكل أفضل في مفاوضات المناخ، حيث سيتعين على مصر إيصال صوت الدول النامية وخاصة القارة السمراء اتجاه قضية تغير المناخ على الساحة الدولية. أكد الرئيس السيسي أن القارة الأفريقية تعد الأكثر تضرراً من الانبعاثات وآثار التغير المناخي، رغم أنها الأقل مساهمة في مسبباتها، مشدداً على أن تغير المناخ يشكل تهديداً لدول القارة التي تعاني من التصحر وندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات والسيول وغيرها من الأحداث المناخية القاسية. موعد المؤتمر وموقع انعقاده يمثلان علامة فارقة في الاجتماعات، يأتي في ظل ما يشهده العالم من تأثيرات ضارة للتغيرات المناخية من جفاف وفيضانات وعواصف وتصحر وحرائق، كما أنه يعقد بأفريقيا التي تعد أكثر قارات العالم تضرراً من آثار تغيرات المناخ وأقلها تسبباً فيها. وضع مؤتمر المناخ COP27 قضية التخفيف من آثار التغير المناخي كأولوية من خلال الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، وبجانب ذلك وضعت الرئاسة المصرية للمؤتمر أهدافاً أخرى نتابعها في العرض التالي. وضعت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 أربعة أهداف رئيسية للمؤتمر، هي تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف مع آثار التغير المناخي، إضافة إلى ضمان تمويل عادل للدول النامية لمساعدتها في التكيف المناخي، وأخيراً التعاون لتحقيق نتائج ملموسة بطريقة متوازنة فيما يتعلق بقضايا المناخ. ومن هذا المنطلق
وضع مؤتمر كوب 27 قضية التخفيف من آثار التغير المناخي كأولوية من خلال الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، والعمل بجد للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية من خلال اتخاذ إجراءات جريئة وفورية. أما فيما يخص الهدف الثاني من المؤتمر، فقد ركزت الرئاسة المصرية للمؤتمر على قضية مساعدة المجتمعات الأكثر ضعفاً للتكيف مع آثار التغير المناخي من موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات، وذلك تفعيلا لما تم التوصل إليه في اتفاقية باريس للمناخ، وتم توضيحه بمزيد من التفصيل في ميثاق جلاسكو لوضع التكيف في طليعة العمل العالمي. أما الهدف الثالث فيتمثل في القضية الحاسمة المتعلقة بتمويل القضايا المتعلقة بالمناخ وتعزيز شفافية التدفقات المالية وتسهيل الوصول لتلبية احتياجات البلدان النامية، ولا سيما أفريقيا وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث تعهدت الدول الكبرى بتخصيص 100 مليار دولار سنوياً لصالح الدول المذكورة للتكيف مع قضايا المناخ. وأخيراً يتعلق الهدف الرابع بالتعاون والشراكة الشاملة والفعالة من جانب كل الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاقية متوازنة للمناخ تدعم المجتمعات الضعيفة والممثلين من البلدان في المنطقة الأفريقية الذين يتأثرون بشكل متزايد بآثار تغير المناخ. مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة قضية تغير المناخ. المزيد في سياق العرض التالي. قبل ساعات من انطلاق المؤتمر حظي كوب 27 بمتابعة كبيرة من الصحف العالمية، وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن نحو 200 دولة وافقت على تكثيف جهودها لمواجهة التغيرات المناخية. وأضافت الصحيفة أن هذه هي النقطة الفاصلة التي يقول العلماء أنه بعدها قد يحدث تأثيرات مناخية كارثية تزداد بشكل كبير. أوضحت نيويورك تايمز أنه مع انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ ستكون عواقب تغير المناخ واضحة بشكل ملحوظ. من جانبها قالت مجلة إنديا توداي إنه مع تغير المناخ الذي يعصف بالبلدان حول العالم يجتمع قادة العالم في مصر للتوصل إلى اتفاق يضمن تقليص ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية. وأوضحت المجلة الهندية أنه يطلق على قمة كوب 27 في شرم الشيخ اسم كوب الأفريقي على أمل أن يكون مقر عقد المؤتمر فرصة تتم فيها تمثيل مصالح القارة بشكل أفضل في مفاوضات المناخ. وقد أشارت إنديا توداي إلى تركيز مصر على قضية الخسائر والأضرار أو التعويض عن الخسائر الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ. هذا وقد قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن عشرات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم سيتوجهون إلى مصر لحضور قمة الأمم المتحدة السنوية لتغير المناخ. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن من بين الذين يعتزمون الحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز. وتوقعت صحيفة واشنطن بوست
أن تقوم الحكومات بتقييم التقدم المحرز في التعهدات المتعلقة بالمناخ في المؤتمر، الذي يركز على خفض الانبعاثات والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتكثيف استخدام الطاقة المتجددة، والتأكد من أن الدول الغنية تدعم الدول الفقيرة التي تتحمل وطأة تغير المناخ. بدورها سلطت صحيفة ذهل الأمريكية الضوء على 4 قضايا من المتوقع أن يتم مناقشتها خلال مؤتمر كوب 27، وذكرت الصحيفة الأمريكية أن القضايا تتمحور حول أزمة الطاقة العالمية والتعويضات المالية التي قد تدفعها الدول الغنية للدول الأكثر تضررا من أزمة المناخ، إلى جانب آفاق التعاون الدولي ومدى تنفيذ دول العالم للوعود المناخية السابقة. يحظى مؤتمر المناخ كوب 27 متعدد الأطراف الذي تستضيفه مصر بزخم دولي وسياسي كبير بسبب أهمية القضية والتحدي الذي يشهده العالم كله حاليا دون التفرقة بين الدول النامية والدول المتقدمة. المزيد مشاهدين حول استضافة مصر لمؤتمر المناخ مع الزميل كريم حاتم، نتابع. أهلا بكم. تتجه الأنظار نحو قمة المناخ كوب 27 التي يشارك فيها قادة العالم ومسؤولون رفيع المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره الآلاف من النشطاء المعنيين بالبيئة من كل دول العالم، حيث يعد أكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم وعلى مستوى الأمم المتحدة، حيث يحظى بزخم دولي وسياسي كبير جدا بسبب أهمية القضية والتحدي الذي يشهده العالم كله. ويأتي اهتمام مصر باستضافة مؤتمر تغير المناخ لعدة أسباب رئيسية، أولها دورها القوي في التفاوض الدولي على مستوى اتفاقية تغير المناخ، ودورها المهم أيضا على مستوى المجموعة الإفريقية، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس إفريقي يقود القارة للتوصل إلى مبادرتين، الأولى للتكيف مع تغير المناخ والأخرى للطاقة الجديدة والمتجددة. كما أن استضافة مصر لقمة المناخ يعد تعبيرا عن الإرادة السياسية المصرية للتعامل العلمي الجاد والموضوعي مع أخطر التهديدات التي تواجه العالم وبالأخص القارة الإفريقية، حيث تضع مصر حقوق القارة السمراء والدول النامية في الصدارة. وتضع مصر خلال قمة شرم الشيخ العالم أمام الأطر التنفيذية لمواجهة قضية التغيرات المناخية باعتبارها قضية تهم البشرية، حيث سيتم التحرك من خلال عدة محاور أبرزها خفض الانبعاثات لتكون هناك أرقام ومستهدفات واضحة على مستوى العالم، بالإضافة إلى موضوع التكيف مع تغير المناخ وموضوع التمويل ووجود آلية لتوفير التمويل اللازم، بالإضافة إلى ضرورة تبني آلية للتقييم والمتابعة للتأكد من أن ما يتم الاتفاق عليه يتم تنفيذه. وعملت الدولة المصرية على تعزيز جهودها لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية من خلال عدة محاور، حيث أطلقت استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعدد الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين، حيث تعمل الاستراتيجية على تحقيق 5 أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصاد مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والآثار السلبية المرتبطة به، فضلا عن تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية. كما قامت مصر خلال الفترة الماضية بالعديد من المشروعات لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التعافي الأخضر التي جاءت ضمن الخطة الاستثمارية للدولة في مجالات النقل والتنقل النظيف، والتي تتضمن مشروعات التوسع في خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع وخطي المونوريل ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة ومشروعات حماية السواحل الشمالية ومشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي. كما أطلقت مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار للمرة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، كما سيقوم القطاع الخاص بإطلاق سندات خضراء
بقيمة تتراوح بين 120 و200 مليون دولار، إلى جانب جهود صندوق مصر السيادية للاستثمار والتنمية في مجال تغير المناخ من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء، مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، كما تم إطلاق برنامج نوفي الذي يستهدف الترويج لقائمة مشروعات خضراء أعنتها الحكومة في قطاعات. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول أهمية قمة المناخ بشرم الشيخ وجهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية. شكرا لكم على طيب المتابعة. تعد المنطقة الخضراء بشرم الشيخ منصة لمجتمع الأعمال والشباب والمجتمعات المدنية، إلى جانب الأوساط الأكاديمية والفنانين خلال فعاليات المؤتمر، حيث تضم أماكن لإقامة أنشطة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، وكذلك منطقة للابتكار والعلوم ومساحة لتعزيز جهود مشاركة المجتمع المحلي في مصر. المزيد في العرض التالي. ومشاهدين للمزيد بشأن قمة المناخ، ينضم إلينا من مطار شرم الشيخ زميلنا عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز. أهلا وسهلا بك معنا عوض. يعني في البداية نتحدث عن آخر وأهم الاستعدادات الآن في مطار شرم الشيخ، وفيما يخص أيضا وصول الوفود الإعلامية من الدول المختلفة وأيضا الوفود الرسمية. نعم هشام، أجدد لك التحية مرة جديدة من محطة جديدة في إطار هذه التغطية الخاصة لفريق إكسترا نيوز هنا من مدينة شرم الشيخ. نحن الآن في صورة حصرية وخاصة داخل مطار شرم الشيخ، ننقل لمشاهدينا الكرام ما يتم الآن من استعداد لاستقبال الوفود التي ساعة وراء ساعة يصلون بالألاف. وآخر تقرير للجنة المنظمة لهذا الحدث الكبير تحدثت عن 7000 قد وصلوا بالفعل إلى مطار شرم الشيخ. ربما الحديث هنا عن الأيام الماضية وبالأمس وصباح اليوم، لكن الطائرات والرحلات التي حصلنا على أرقامها هنا من السادة المسؤولين بمطار القاهرة يعني لا يصل العدد الكلي حسب التقارير الكبيرة، نحو 30,000 سيكونون وسيحضرون وسيشاركون في هذه الفعالية المهمة. أما عن الأجواء هنا في مطار شرم الشيخ، يعني هناك حالة من الامتحان من التواجد في الاتجاهين سواء في صلاة الوصول أو صلاة السفر، وهناك إجراءات تتم لحظة بلحظة لتقديم كل الدعم اللازم، الدعم الفني هنا اللازم لكل الضيوف الذين يحضرون إلى هذا المؤتمر وقت وصولهم إلى مطار شرم الشيخ. يكون بعض هناك عدد من الشباب المتطوعين المسلمين من الشباب المسلمين من اهل شرم الشيخ او الذين جئوا من محافظات كثيره لاستقبال الضيوف وتقديم كل الدعم اللازم لهم في الخدمات الاخباريه القادمه ان شاء الله. سنعطيكم صوره مباشره عما يتم على ارض الواقع مع وصول اول رحله ان شاء الله. يقدمون هذه الخدمات ثم بعد ذلك يتم نقل هؤلاء الضيوف الى اماكن اقامتهم. وتعلم هشام بان هناك غرفه عمليات مركزيه موجودة في القاعة الرئيسية التي سيتم الحدث فيها صباح اليوم هذا المؤتمر الدولي للمناخ. هذه الغرفة معنية بوصول أو متابعة وصول ضيوف مصر السلام من وقت وصولهم إلى مطار شرم الشيخ حتى عملية تسليم الفنادق ثم الانتقال بهم مرة أخرى إلى هذه القاعة الرئيسية المهمة لدينا. نتحدث عن قاعة أخرى ملاصقة أو مقابلة للقاعة الأولى، وهي القاعة الخضراء التي يعني نموذج بها أو تدعى للحكومة المصرية، وهي مجهزة
تماما ايضا لعدد كبير من الانشطه من الفاعليه، بينما القاعه الاولى هي معني بها بالدرجه الاولى للامم المتحده وفق القانون الدولي الذي يحتم ان تكون هذه القاعه تحت. نعم عوض، يعني بالتاكيد سنتابع معك مزيد من الاستعدادات، شكرا جزيلا لك من مطار شرم الشيخ زميلنا عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز. تشهد المنطقة الزرقاء بمدينة شرم الشيخ خلال مؤتمر كوب 27 جلسات عامة وخاصة فيما تستقبل الوفود الرسمية والمفاوضين والمنظمات. المزيد في العرض التالي. اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات النسخة 17 من مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 والذي عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 وحتى 4 من نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية بدعم من الأمم المتحدة في مصر. وفي كلمته بحفل الختام قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن المؤتمر حقق هدفه الأسمى وهو إسماع صوت الشباب في اتخاذ القرارات ووضع السياسات العالمية التي تخص المناخ، لا سيما لما تلعب قضية تغير المناخ من أهمية أو أهمية للعالم ككل، مثمنا مجهودات المشاركين من مختلف دول العالم لما بذلوه من مجهود في كتابة توصيات المؤتمر باسم شباب العالم. وأكد صبحي أن الدولة المصرية تتصدر المشهد العالمي بفضل دعم القيادة السياسية. وشهدت الاحتفالية تسليم وثيقة الشباب للسياسات العالمية الخاصة بالشباب والتي تم تجميعها من كافة دول العالم لتمثيل الشباب في كوب 27. ويمثل إعطاء الأولوية لتوفير التمويل والدعم القوي لخطط الدول النووية ضرورة ملحة في طريق الوصول إلى نتائج ملموسة لقمة المناخ. أعباء مناخية كبرى تحملها مصر على عاتقها وطموحات كبيرة تتضمنها أجندة مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، قمة تؤكد مصر خلالها ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ بشأن قضايا المناخ. أزمات وقضايا عدة يضعها المؤتمر على طاولة المناقشات، وأهمية كبرى لا بد أن توليها الدول المشاركة للمآلات التي قد يصل إليها العالم حال الاستمرار في الأوضاع المناخية بشكلها الراهن. المعضلة الأساسية والتحذيرات البارزة من خطورة استمرار التغيرات المناخية تشير إلى ما ستحمله تلك التغيرات من مفاقمة لمعاناة عشرات الملايين من الأشخاص الذين يعملون بقطاعات الزراعة والموارد البحرية كالصيد والملاحة نتيجة الارتفاع المتوقع لسطح البحر والجفاف، فضلاً عن توقعات بخطر التشرد لملايين السكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية بالدول النامية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات
نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري. التدخل العاجل لبدء وقف الأزمة من شأنه التعاطي مع تحذيرات الأمم المتحدة المتعلقة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لخفض درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية، وهي جهود ما زالت حتى الآن غير كافية، وسط مخاوف من أن اعتماد العالم المستمر على الوقود الأحفوري يزيد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي والأمراض المعدية والأمراض المرتبطة بالحرارة. ويمثل إعطاء الأولوية لتوفير التمويل والدعم القوي لخطط الدول النامية التي تعد الأكثر تضرراً من التداعيات الناجمة عن تغير المناخ للتكيف مع تلك التغيرات ضرورة ملحة في طريق الوصول إلى نتائج ملموسة للقمة، مع التأكيد مجدداً على إعداد خارطة طريق لكيفية وصول المساعدات المالية للدول النامية المتضررة. وتشكل قارة أفريقيا تحدياً خاصاً بما تحتاجه من تمويلات ضخمة لتحقيق التنمية والاستثمار في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات والإسهام في مواجهة التغير المناخي، كما يجب أن تركز المفاوضات على تسريع مجالات تطوير مصادر الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية والمباني الموفرة للطاقة والبنية التحتية الذكية. حذر تقرير للأمم المتحدة من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، نظراً إلى عدم الالتزام بالتعهدات الحالية لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة. تحذيرات أممية من ارتفاع جديد في درجة حرارة الأرض، ودعوات إلى وقف الترويج لمعلومات مضللة بشأن التزامات مزعومة لحماية البيئة. تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة حذر من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، استناداً إلى التعهدات الحالية لمكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هذه التعهدات المناخية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، محذراً من وقوع كارثة عالمية حيث تمثل تلك النتيجة احتراراً أعلى من هدف اتفاق باريس للمناخ، والذي يهدف لحصر ارتفاع درجة الحرارة بمعدل 1.5 درجة مئوية. وأضاف غوتيريش أن الالتزامات بحياد الكربون لا قيمة لها بدون خطط وسياسات وإجراءات تدعمها، وذلك في وقت أشار فيه تقرير آخر نشرته هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة إلى أن الالتزامات الدولية الأخيرة بشأن المناخ ما زالت بعيدة جداً عن تلبية هدف اتفاق باريس. وترى الأمم المتحدة ضرورة القيام بتخفيضات هائلة بما يساوي قرابة 7% من التخفيض العالمي للانبعاثات سنوياً، كما تطالب باستبدال استراتيجية الخطوة بخطوة بتحول كبير وواسع النطاق وسريع ونظامي. في السياق ذاته، توقعت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير أن تبلغ الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة ذروتها عام 2025 بسبب إعادة توجيه عميقة لأسواق الطاقة العالمية. وكان آخر مؤتمر للأطراف والذي عقد قبل عام في غلاسغو قد دعا الدول الموقعة على الاتفاق والبالغ عددها نحو 200 إلى تعزيز التزاماتها عبر خطط لخفض الانبعاثات والتي تعرف بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني. ومن المفترض أن تساهم المساهمات المحددة على المستوى الوطني في خفض الانبعاثات بنسبة 5% بحلول عام 2030 مقارنة بما هي عليه اليوم مع التعهدات غير المشروطة، وبنسبة 10% مع التعهدات المشروطة بتمويل أو إجراءات خارجية. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية وضعت خارطة طريق تمضي من خلالها في مسارات متوازية للتعامل مع التحديات المناخية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك في وقت تتطلع فيه مصر إلى توحيد جهود دول العالم في قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ من أجل صياغة رؤية مشتركة لمجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية. كما توسعت مصر في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة في هذا المجال، مما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
تسعى مصر إلى تبني سياسات للتكيف مع تأثيرات تغير المناخ بالتوازي مع جهودها الدولية للدفع في اتجاه تبني رؤية عالمية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. أن تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكبنا، وأن تداعياته تزداد تفاقما يوما بعد يوم مع كل ارتفاع في درجات الحرارة. ولعل ما شاهدته دولة باكستان الصديقة مؤخرا من فيضانات خلفت دمارا غير مسبوق وفقدانا في الأرواح، وما شاهدته القارة الأوروبية والولايات المتحدة من حرائق غابات غير مسبوقة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، يعد نذيرا مؤلما لما سيكون عليه مستقبل أبنائنا وأحفادنا. تحذيرات عديدة أطلقتها مصر فيما يخص قضية تغير المناخ، كونها تظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه العالم في ظل تفاقم تداعياته يوما بعد يوم. تتعامل مصر مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير، وعلى الرغم من أن مصر من الدول الأقل إسهاما في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، إلا أنها تهتم بآثار هذه الظاهرة وتطوراتها، وهو ما جعلها قبلة للعالم أجمع من خلال استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27. ومن هذا المنطلق تركز مصر سياستها في هذا الملف على رفض أي التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار التغير المناخي وحدها، بينما تؤكد على المسؤولية الكبيرة للدول الصناعية الكبرى والمتقدمة للوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمات المالية العالمية، وهو ما أبرزه الرئيس السيسي خلال أعمال قمة المناخ في جلاسكو 2021. وهنا أود التأكيد على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في مواجهة تغير المناخ مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه، خاصة من التمويل الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخي في إطار التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس، والذي يتعين الحفاظ عليه لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قدم المساواة. وعلى الصعيد المحلي بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه، ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول عام 2025 و 100% بحلول 2030. فعلى سبيل المثال تمثل مصادر الطاقة المتجددة نحو 20% من مزيج الطاقة في مصر، على أن تصل إلى 42% بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة. كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة. كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. ولتمويل تلك المشروعات أصدرت مصر مؤخرا السندات الخضراء، كما انتهت مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنيا بحيث تكون مكملة لجهود الدولة التنموية. تدرك مصر وتعي دورها في تبني سياسات التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وتتكامل جهودها في هذا الشأن ما بين الصعيد الوطني من خلال تبني سياسات تحفيزية للتحول للاقتصاد الأخضر، والصعيد العالمي من خلال ترسيخ سياسات متوازنة تهدف لتضامن الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.
تعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وأثار التغيرات المناخية. ووضعت المبادرة عدة أهداف طموحة لتحقيقها، في مقدمتها نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي. المزيد مع محمد الرميحي. أهلا بكم. في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الجمهورية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية. وضعت المبادرة عدة أهداف طموحة، في مقدمتها نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة. كما تهدف المبادرة الوطنية إلى تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، فضلا عن وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج. تستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية، والتي تقع ضمن فئات المشروعات الكبيرة والمتوسطة الحجم والمحلية الصغيرة، فضلا عن المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ، بالإضافة إلى المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. يتم التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات من خلال رابط إلكتروني متاح على موقع المبادرة، على أن تستوفي المشروعات عدة شروط، من بينها أن يكون المشروع أخضر وذكيا طبقا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها، وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المشاركة بها. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. شكرا لطيب المتابعة. ويقصد بتغير المناخ والتحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، ويتسبب فيها بشكل كبير الأنشطة البشرية بسبب حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. انتهت إلى هنا نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها من أنباء.
قمة الأمم المتحدة للمناخ تنطلق غدا بشرم الشيخ وسط حضور دولي واسع. اللجنة المنظمة لقمة المناخ تستقبل 7000 ضيف، ومصر تؤكد أن المؤتمر ينقل العالم من مرحلة التعهد للتنفيذ. إعلامي مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تعزز من جهود التصدي للتغير المناخي وتحقيق استدامة الطاقة. ومشاهدين، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. كنا معكم الزميل ياسر عبد الستار وأنا هشام عبد التواب. إلى اللقاء.